السلام عليكم، معكم مصطفى قناة مستر ممتاز. الحلقة بتاعت النهاردة إن شاء الله هنتكلم فيها عن موقع كليك سي. الموقع ده بيقدر إنه يعمل تبادل لمواقع اختصار روابط بطريقة ذكية جدا، شبيهة إلى حد ما أو إلى حد كبير بموقع ميكس كليكس. كنا اتكلمنا قبل كده عن موقع ميكس كليكس، واتكلمنا عن إزاي ممكن تعمل تبادل اختصار روابط بالموقع ده، والموقع ده كان ممتاز جدا بصراحة، ونقدر نحقق منه أرباح كويسة جدا عن طريق تبادل اختصار روابط. الموقع كليكسي ده موقع جديد جدا، لسه معمول قريب جدا، فمحدش لسه قدر انه حتى يشرحه او يستخدمه. فالموقع ده حصريا على قناة مستر مونتك، موقع ممتاز جدا يا شباب. وخلينا نعمل ساين اب عشان نشوف واجهة الموقع من جوه. اول حاجه يا جماعه، ساين اب بتاعك هنا بتكتب النيم بتاعك، الاسم عادي جدا، وهنا اليوزر نيم، وهنا الايميل، وهنا الباسورد، وهنا بتعيد الباسورد وتقول له ساين اب، وبيعمل معاك ساين اب عادي. اللوجن بقى بتكتب اليوزر نيم والباسورد وبتعمل لوجن. بعتذر على الصوت لان انا لسه صاحي حالا، يعني لسه صاحي فورا يعني. طيب اول حاجه هتقابلك كده هي الواجهه دي. الواجهه البسيطه دي بيقول لك النقط اللي معاك حاليا، انا معايا 7، الكليكات اللي انت عملتها، انا عملت كليكتين، والريفرلز بتوعي انا ما عنديش ولا ريفرال، والماي لينكس انا عندي لينك واحد بس اللي انا حاطه. والعلامه اللي فوق دي بتقول لك عشان تاكتف الاكونت بتاعك ويبدا الروابط بتاعتك تظهر، عشان تاكتف الاكونت بتاعك والروابط بتاعتك تبدا تظهر لازم تضغط على 30 رابط، لازم تختصر او تعدي 30 رابط، يعني تخش على اكستشينج دي تمام، وتضغط على ستارت اكستشينج وتعدي 30 رابط. بيقول لك هنا ان مفيش لينكات عشان تقدر تعمل لها اكستشينج الا بعد 24 ساعه، عشان انا خلصت كل اللينكات. الدور بقى والباقي عليكم انتوا يا شباب، يعني انتوا يا جماعه اللي هتبداوا في الموقع ده. انا لحد دلوقتي لسه ما حدش بدا في الموقع ده، انا وصاحبه بس اللي شغالين فيه لحد دلوقتي. فالموقع ده الدور بقى عليكم يا شباب، هنشتغل فيه كلنا ان شاء الله في الموقع ده، ونبدا ان احنا نجني ارباح من مواقع اختصار روابط عن طريق الموقع ده، لان الموقع بسيط جدا، وزي ما قلت لك حاليا ما حدش بيشتغل فيه. فبيقول لك ان ما فيش لينكات، لان اللينكات اللي موجوده اللينك بتاعنا واللينك بتاع صاحب الموقع بس. فانت اول ما هتبدا تعمل لينك جديد في الموقع ده عن طريق لينكس تمام، وافهمك ازاي ممكن تعمل لينك وازاي ممكن تعمل الكلام ده كله بسيطه. يعني هتخش على اد لينك، هتحط هنا اللينك بتاعك. هتحط اللينك بتاعك ازاي؟ كل اللي بتعمله انك بتخش على بلاجر تمام، وبتخش على المدونه الوهميه بتاعتك اللي انت ما بتنشرش فيها حاجه غير موضوع اختصار روابط، وبتخش على مشاركة جديدة، وبتخش على أي موقع تاخد منه أي تدوينة، زي موقع أكوام مثلا ناخد من عليه أي تدوينة، أي تدوينة زي مثلا التدوينة بتاعت المسلسل ده تمام. بتاخد مثلا قصة المسلسل دي بالشكل ده كده كوبي، وبتحطها هنا بحيث انه حاجة عادية جدا، يعني تعمله كبير كده، تنزل تمام، هنا بتختار الابيض تمام، بقت طبيعية كده. هتكتب هنا AC activation code، او اكتب activation code، واكتب كود او يعني حاجة، اكتب كود او عبارة عن رمز تمام. الكود ده يكون مكون من 6 حروف بالانجليزي بس، يكون مكون من 6 حروف او اكتر بالانجليزي بس تمام. يعني مثلا انا الكود بتاعي هكتب مستر بوم تيك تمام، الكود بتاعي هيبقى مستر بوم تيك. تقوم معلم على الكود ده وتخليه باللون الاحمر تمام، هو ده الرمز بتاع الموقع، انك بتكتب كود والكود ده بتخليه باللون الاحمر. طب الكود ده هنحطه فين؟ الكود ده هنحطه في قايم، في حته بتاعت الاكتيفيشن كود هنا تمام، هنحطه في الاكتيفيشن كود هنا، وهقول لك ازاي تعمل اكستشينج او تعدي الرابط ده وتحط الاكتيفيشن كود. يبقى اتفقنا، انت بتكتب التدوينه، وفي التدوينه دي بتكتب اي سي او اكتيفيشن كود او كود التفعيل، وبتحط الكود بتاعك انت، ما بتكتبش مستر بومتك، لا حط الكود بتاعك انت، ويكون مختلف عن اي كود تاني تمام. تحط الكود بتاعك انت وتخليه باللون الاحمر، باللون الاحمر بالشكل ده، يكون بالانجليزي بس. عايز تحط حروف، عايز تحط ارقام تمام، لكن يكون باللون الاحمر وبالانجليزي بس. خلصنا من النقطه دي، تكبره بقى عشان الناس تشوفه
تمام بالشكل ده وتكمل التدوين عادي جدا. مثلا ناخد الصورة بالشكل ده وبس كده خلاص. نرجع مثلا خد كده الكلمة دي مسلسل الدوري وقول له نشر. تمام كده خلاص. اتمنى بس تكونوا فاهمين اللي انا بقوله لحد دلوقتي. طيب بعد ما خلصنا الحركة دي هنروح بس نعمل عرض كوبي لينك هنا ونخش على اي موقع من الاختيار، مثلا موقع زي كوي لينكس، ونخش على واي اكاونت ونقول له ساين ان ونعمل كده ونقول له شورتن وناخد اللينك ده. هتخش على تويتر تمام، ودي الحاجة الأخيرة يعني، هتخش على تويتر تمام، هتعمل بس كده تغريدة جديدة بالشكل ده تقول له تغريد تمام. يا شباب هنستنى، بكل بساطة هتخش هنا تعمل كوبي لينك ادرس، وانا همسح التغريدة دي عشان ده مش الاكونت بتاعي تمام. وهتروح هنا تقول له بيست كده، ده اللينك بتاعك تمام. لازم تختصره في تويتر يا شباب، ده اللينك بتاعك. الاكتيفيشن كود بقى بتاعك هتكتب ايه؟ هتكتب مستر بوم تك بالشكل ده، هو ده الاكتيفيشن كود بتاعي انا تمام. يبقى انت كده فهمت انت هتعمل ايه. هنستخدم بقى الاكتيفيشن كود ده ازاي بعد كده، او انا لما اجي اعمل اكستشينج هستخدم الاكتيفيشن كود ده ازاي، هقول لك حالا. هتضغط على اد ذس، هيقول لك يور لينك ادد سكسسفولي، يعني اللينك بتاعك اتضاف بكل بساطه وبكل سهوله تمام يا شباب. في عندك حاجه اسمها ترانسفير وحاجه اسمها ديليت. لو دخلنا على كلمه ترانسفير هيقول لك انت عاوز ياخد منك كام نقطه على كل زياره، كام نقطة على كل زيارة؟ يعني أنت لما حد بس يضغط على اللينك بتاعك كده ياخد منك كام نقطة؟ ممكن تقول له يوز أول أي هاف. يوز أول أي هاف يعني استخدم كل النقط اللي معايا. وقول له سيف. تمام؟ دي النقط يا شباب مش نقطة كل زيارة، لأ. هو بياخد منك نقطة كل زيارة بس بيقول لك هتستخدم كام نقطة؟ يعني مثلا أنت معاك 100 نقطة، عايز تستخدم مثلا 20 على الرابط ده و20 على الرابط التاني و50 على الرابط معين بالشكل ده، لكن إيه؟ مش كام نقطة، يعني مش هياخد 7 نقط على الزيارة الواحدة، لا بياخد نقطة واحدة كل زيارة، لكن بيقول لك هنستخدم كام نقطة تمام. بعتذر على الحتة دي يمكن بس فاتت مني. طيب عايزين بقى نعمل اكستشينج وناخد الرابط ونشوف بقى الاكستشينج هنا شكله عامل ازاي. هنضغط على ستارت اكستشينج، فتح لي اللينك بتاعنا زي ما انتم ملاحظين، فتح اللينك بتاعنا زي ما انا قلت لكم يا شباب انه ما فيهوش حد، الموقع حاليا فاضي في انا وصاحب الموقع بس، فان شاء الله نملى الموقع ده. نضغط على كليك هير تو كونتينيو لان فكرته حلوه، انا يعني شرحت الموقع ده والكلام ده كله عشان فكرته حلوه. هننتظر 6 ثواني عشان نشوف الاكتيفيشن كود هنستخدمه ازاي وفين. حاجة مهمة جدا يا شباب نسيت اقولها لكم، ان الاعلان او الاختيار بيظهر قدامك على انه بوب اندر، فانت لازم تكون قافل الاد بلوك، لازم تكون قافل الاد بلوك، يعني امسح الاد بلوك خالص. زي ما انتم شايفين يا شباب ده التدوينة بتاعتي زي ما انتم شايفينها. هنروح ناخد الاكتيفيشن كود كده كوبي ونخرج خالص من دي، هتلاقي هنا بيقول لك اكتب الاكتيفيشن كود. تمام يا شباب اكتب الايه؟ الاكتيفيشن كود، قول له سبميت، بيقول لك انت خدت النقطة بتاعتك زي ما انت شايف. فالموضوع بسيط جدا يا شباب في الموقع ده، وزي ما انتم شايفين بيقول لك ان انت ما عادش في لينكات. ده بيقول لك ايه؟ ان ما عادش في لينكات، ده يعني ايه؟ يعني الموقع ده ما بيعيدش لينكات، الموقع ده ما بيعيدش لينكات تمام. الموقع ده كل لينك بياخد زياره واحده فريده بس. دلوقتي بقى معايا 3 كليكات و7 نقط. 7 نقط ده ليه؟ لان انا ضغطت كليكه عندنا فخد مني نقطه ومسح مني نقطه، فلسه 7 نقط زي ما هم تمام. تمام عندك بعض الحاجات التانية سبورت دي عشان لو عايز تكلم صاحب الموقع. الريفرالز هنا يا جماعة بيديك 10 نقط على كل ريفرال، 10 نقط على كل ريفرال، هنا بيديك 10 نقط على كل ريفرال كده. يا شباب لازم تعرفوها انك لازم تضغط على 30 رابط عشان تفعل الاكونت ده، يعني لازم تخش تعمل اكستشينج ل 30 رابط تمام. يعني انت اول ما تخش يا جماعة اول ما تخشوا تعمل لينكس
وتضيف اللينك بتاعك عشان الناس يبقى فيه 30 رابط الناس تضغط عليهم والناس تعديها. تمام؟ يعني انت اول ولينك واحد بس يا شباب، كل واحد يعمل لينك واحد بس. تقدر تعمل اكتر من لينك اه، لكن في البدايه خليها لينك واحد بس عشان الناس كلها تعمل اكستشينج في السريع يعني مع بعضها. تمام يا شباب؟ عشان الريفرلز يتحسبوا وتاخد ال10 نقط بتاعه الريفرال لازم تعدي 60 رابط. تمام؟ يعني لازم انا مثلا واحد سجل من تحتيه اسمه محمد، محمد دون لازم يعدي 60 رابط عشان اخد انا ال10 نقط. لازم يعدي 60 رابط. التعامل في الموقع ده مش بسيط ومش سهل انا عارف، بس ان شاء الله في الفتره الجايه هيبقى في تحسينات ان شاء الله في الموقع ده، شايف له مستقبل كويس جدا ان شاء الله. وبس كده، دي حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، اتمنى الموقع ده يكون عجبكم. بتهيألي الموقع ده غريب شويه عن بقيه المواقع، هو يمكن كنا بنشرح اختصار رابط كتير عشان بس الاقي لكم مواقع تستخدموها في مواقع زي ده. يعني مثلا لما تجمع فلوس كويسه في منتورينج وما تقدرش انك تسحبها، او بتجمع فلوس كويسه في من الريفرالز عشان ما تضيعش الكلام ده كله في حاجه مثلا ويقفشك ان انت بتعمل تبادل الاختصار او كده، فانت تستخدم مثلا كوي لينكس، تستخدم مواقع تاني خالص غير المواقع دي، هيبقى افضل لك. تمام؟ عشان كده كنا بنشرح مواقع اختصار رابط كتير يعني. بس كده، ده كان حلقه النهارده، اتمنى تكون عجبتكم، وشكرا عشان شفت الفيديو. اشوفك ان شاء الله في فيديو جاي. اتمنى عجبتك الحلقه، تعمل لايك للفيديو ده عشان تساعدنا ان احنا نعمل حلقات تانيه بالشكل ده، وتعمل اشتراك في القناه. كنت اول مره تشوف حلقات مستر بومتك. وبس كده، سلام. Let it go. Let it go.